السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الإعلامية هاجر محمد من برنامجكم كل حاجة. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. معانا مواهب، ثلاث شعراء، وده اللي هنعرفه منهم بداية تجربتهم إيه للشعر، وبداية طريقهم بدأت بإيه بالظبط، وهل واجهوا أي صعوبات معاهم بعد كده ولا لأ. أهلا بيك. نتعرف بحضرتك. أحمد جمال جمعة. موهبة حضرتك. أكتب الشعر ولا أكتب شعر؟ يعني ما أفضلش إن أنا أقول إن أنا شاعر دلوقتي. اهلا بك يا فندم. تسلم. اسم حضرتك؟ اسمي أحمد أسامة عبد الوارث. ايه موهبتك؟ بكتب شعر فصحى وعامية و طيب اتفضل. أحمد حمدان أبو هشيمة، وشهرتي أبو هشيمة على طول. بكتب الشعر العامي والفصحى وبلقيه. بدأت ازاي يا أحمد مشوارك؟ تقريبا كنت بكتب شعر من تالتة ابتدائي، فبدأت الموهبة تنمى معايا لحد مرحلة التعليم العالي، فبدأت إن أنا أشترك في النشاط وكده. دخلت مسابقات تبع التعليم العالي فأخدت فيها مراكز، والحمد لله بدأت إن أنا أقرأ وأنمي من موهبتي وكده، فالحمد لله يعني بكتب إلى حد ما بطريقة كويسة. طيب سمعنا قصيدة لحضرتك. سمعت قصيدة النهاردة بعنوان بنت الشيطان. اتفضل. بنت الشيطان كانت سعيدة من دونه، عاشت بتسحر ليه بالرغم من كونه الشيطان بيأذي كل من كان شبه لونه. بنت الشيطان ظلمته وعاشت بقى تلومه، تقول انه يعني سخيف بيزعل كتير ويغير، شيطان وقلبه ضعيف بيأمرني بالتغيير، ما تلبسيش ضيق بلاش تصاحبي شباب، ولو جيت بقى التريق بيفتح لي كوم اسباب، بيرن كل صباح قال يعني يطمن يسألني عن حالي اخدت الاذكار، ان رد كان مختصر بيجي ويعكنن ويفتح كلامه يقول فيه جنة وفيه نار، ما يحبش الاسبانش في الغيرة كان جبار، لو جه في مرة وحس بشيء غريب قد صار بيعمل عشان كتير، زي ما زي ان دمعه يسيل او يصبح في يوم موجوع، كان يدعي لينا كتير وبرغم كونه شيطان دعاءه كان مسموع، شيطان لكن مسحور، شيطان لكن مسحور بعيون طلاسم فيها ضلمة ونور، اذا جاء جن يحكي عن سحره يحتاج لفحم وكزبرة وبخور، واذا جت حبيبته تسأله مالك يتفك سحره ويرجع ملاك. طيب ازاي شيطان بيمس عشق الانس؟ هل فيه شيطان لله بقى قريب؟ حكاية بتلخص شيء غريب غامض، بين شيطان اسمه معكوس بأفعاله، شيطان بيأمرها بالتغيير وبيدعي ليل ونهار تفضل له بقياله، وفي المشهد الثاني بنلخبط الأحداث، ينزل ديكور آخر فنولع الأنوار، ويستمتع الجماهير بصوت كما الإعجاز، نلاقي شيطان واقف بيرتل القرآن، وحبيبته في الكواليس وحبيبته في الكواليس بتظبط المكياج، شالت قرون بتركب الجناحات، وهي داخله يستعيذ ببعض حاجات، فيسقف الجمهور ونفضل في وضع ثبات، وبدون سيناريو مكتوب وراه اسرار، الواد ملاك طيب مظلوم من الجماهير، وبدون كمان مخرج ما يولع الانوار، وقبل قفل الستار عرفنا سر خطير، بان بعض الناس تبان لنا ملايكه بيحكوا ويضحكوا عن بشر تانيين، فكرنا ان الولد شيطان ضعيف جايز الى انه غير جايز يكون من الشياطين، وبنت الشيطان كانت سعيده من دونه عاشت بتسحر ليه بالرغم من كونه شيطان بيأذي كل من كان شبه لونه، بنت الشيطان ظلمته وعاشت. جميلة جدا يا أستاذ أحمد، ممكن تعرفني إيه الفكرة أو إيه اللي حاجة خليتك تكتب القصيدة دي؟ هي فكرة جزء من الحقيقة وجزء من الخيال، إن بتجمع بين شخص في غيرته كأنه شيطان حب بنت وكل حاجة، بس في الآخر البنت دي يعني كانت عايشة دور الضحية، إن هي الملاك الوحيد وكده، في الآخر بنقول نكتشف إن الولد أصلا ما كانش من الشياطين، يعني الولد ما كانش شيطان ولا حاجه، هو بس كان بيأمرها، يعني هل في شيطان بيقرب من ربنا وبيقرأ قرآن؟ وهي كانت دايما بتقول له انك في غيرتك شيطان وكده، فما فيش شيطان بيعمل كده، عشان كده قلت نلاقي الشيطان واقف بيرتل القرآن. بالظبط، شيطان واقف بيرتل القرآن، وحبيبته في الكواليس بتظبط المكياج، شالت قرون بتركب الجناحات، يعني هي شيطان بس باين للناس انها ملك. تمام. يا استاذ احمد، استاذ احمد بسام، ممكن تعرفنا بدايتك كانت ازاي او بدايه نجاحك ايه؟ انا بدايتي كانت جت صدفه، يعني مريت ببعض الصعوبات وبعض الظروف كده، لقيت نفسي بفضفض مع نفسي، ما كنتش في حد حواليا يعني اتكلم معاه، ففضفضت مع نفسي كده بيني وبين نفسي، لقيت الموضوع
في ان انا لو اشتغلت عليه ممكن اطلع حاجه كويس. بدات اشتغلت عليه من حوالي 5 سنين مثلا وطورت فيه، وبعد كده اتعلمت ان انا اكتب فصحى واتعلمت حاجات في اللغه وحاجات زي كده بس. طيب سمعنا قصيدة لحضرتك. سمعكم النهارده قصيدة عن ال بتناقش موضوع مهم شويتين كده، الموضوع عن الإدمان والمخدرات. القصيدة بعنوان الشاب خاب. القصيدة بتقول إيه؟ شاب عشريناتي بالغ، كاره كلمة مسؤولية، حابب لمة الصحاب اللي ما جابت غير أذية، وحياته خالية من المبادئ والأولوية ترفيهية، مرة قهوة ومرة سهرة ومرة شقة متدارية بيحصل فيها كل منكر، أي فعل اسمه فاضح، تدخل فيها شاب صالح تطلع منها بتاع مصالح، تنسى نفسك انت مين، تنسى صاحبك اسمه ايه، واللي معاه السيجارتين بس اللي بنسأل عليه. أنا قلت مرة الشاب شاب، وجيت بقول الشاب خاب، الشاب اللي كان بريء سمعته صارت هباب، كان زمان الحلم شركة وحاليا حلمه دولاب، يبيع لزباينه أحلى فرقة واصطفى اسمها العذاب، والذنوب كترت عليه كبر وعماله عنيه، إنه يتوب لرب الكون وللسما يرفع إيديه، دوى أهله أسوأ ياما، كل يوم زعيق وخناق، كل يوم سب وإهانة ويهددهم بالفراق، بعدت الناس النظيفة وقربوا صحاب النفاق، عملوا صحبة ضالة ودخلوا في الندالة سباق، كل مرة كان بيكسب وكان مقفل العداد، لكن نسي إن اللي يلعب لخسارته أكيد هيجي معاد، وسابها ماشية بدون حسابات، وأخد نصيب من الإرشاد، واتحبس ضاع المستقبل داس الغدر على الزناد، طلقة طلعت رج القاع الحكم عليه بتأبيدة، تم تحريز البضاعة والنيابة معاها عنيدة، والسكوت عم المكان ضرب القاضي بالحديدة، في ثانية فجأة فاق واستوعب إنه داخل عيشة جديدة، فيها الأكل له أوان، فيها النوم على السيوف، فيها انعدام للأمان 4 حيطان متحوطة خوف، فيها أرخص حاجة أنت وأغلى حاجة الكيوف، بالله تقول لي عاجبك حالك وبدون ما تجيبها في الظروف، أنت اخترت بإيدك سكة سوء سكة خسارة، كل اللي كانوا حبايبك أخرك هتشوفهم في نضارة، و5 دقايق وتسمع انتهت الزيارة، ويا ألف حسرة عليك شاب خاب بكل جدارة، يا ألف حسرة عليك شاب خاب بكل جدارة. شكرا. شكرا لحضرتك. أستاذ أحمد، بداية طريقك إيه؟ الشعر بدأ معايا من فترة مش قليلة، تقريبا في نهايات إعدادي، كنت بكتب اللي هو زي نظام خواطر، أو بقدر إن أنا أطلع اللي جوايا على الورق، ما كانش كلامي مترتب بالشكل الكافي، وبرضه ما كنتش بقدر اعرض فكرتي بالشكل اللي انا عايزه طيب. اللي هو مبتدئ. بس بعد كده جاتني فرصة ان انا شاركت في مسابقة، الحمد لله كده يعني انا ما اخدتش فيها مركز، ولكن عرفتني حاجات كتير جدا في الشعر، عرفتني بدايات الشعر، عرفتني ازاي ان انا اعرض فكرتي بشكل كويس، ولله الحمد شاركت في مسابقات بعد كده واخدت مراكز، والقصيدة بقت تطلع مني بشكل أحسن من الأول بكتير. تمام. طب سمعنا قصيدة لحضرتك. نفساني لو قلت في يوم تكتب عني، فأسهل حاجة تقول مجنون، في العادة أنا حد كتير طيب، دايما متفهم وحنون، لكن وما هواش طوعي، فكري مشتت مخي مشبع بالأفيون، بفرة وكلة وكاس وسجارة وبنجو مرشك في الغليون، دي ما هياش أبدا تفاصيلي، دي تفاصيل واحد مجنون، صورتي اللي أنا حالا برسمها مش موجودة معاك في الكون، ده مجرد تشبيه ومجاز لحياة إنسان من جوه الهون، خبط ورزع الدنيا بتضرب، خبط ورزع الدنيا بتضرب، والقلب اللي حداه مطحون، دماغه مكسر، دماغه مسكر ومقفل، دماغه مسكر ومقفل، بيصعب كل أمور الكون، يحصل موقف بس صغير يتخزن في خلايا الروم، تفضل صورة كل مشاكله محفوظة بناسها وباليوم، ثم الناس في دماغه كتير
ومصنفهم كذا البوم، ناس بتحس بقربها منه، ناس بتحس بقربها منه وحبها فيه يحرمها النوم. تعدي بلاد لجل تجيله، لو من أسوان للسلوم، وشوية كتير شادين حيلهم، وشوية كتير شادين حيلهم، ماسكينه في يومهم وفي ليلهم، شايفينه أسوأ من في الكون، بيقولوا ده نكرة ومن جيلهم. يسيبوه عطشان جوا الصحراء وتفيض المية ما فوق نيلهم. كان دايما موجود في الفرحة وفي الأزمة يهون مشاكلهم، عاش العمر بيكرم فيهم، واما اشتد الأمر ندلهم، بس محدش رد عليه، بس محدش رد عليه، فاضطر انه هيقطع ديلهم. واكتب او وصف في جماعة مش شايفينه معاهم اصلا، لان غاب هيأثر بغيابه ولا جايته هتجدد املا، لان غاب هيأثر بغيابه ولا جايته هتجدد املا، ان حضر يتقال له مراحب، وان رحل فرحيله سهلا. هذا انا، هذا انا وصفت حياتي، من ذا يمنحني عقلا او يرعى شخصا مجنونا بريئا سكن المعتقل. هذا انا وصفت حياتي، من ذا يمنحني عقلا او يرعى شخصا مجنونا بريئا سكن المعتقل. ايوه دماغنا فيها صراع، فيها معارك، فيها صداع، دايما صوره الوحده في عيني، رغم الناس رغم الاوضاع، لكن شكل السوق في دماغي، فيه الشاري والبياع، شايف الدنيا امان جدا في طريق انا بس القطاع، شايف الدنيا امان جدا في طريق انا بس القطاع. اكتب عني وقول مجنون، واحلف قول العمر هضاع، بس انا بقسم نفس قسمكم لا هرد لكم الحبه بصاع. شكرا. جميله جدا. بنمر دايما في حياتنا بانتقادات واحباطات كتير، في مننا اللي بيحبط بسرعه او بييأس، وفي مننا بياخد الكلام كطاقه ايجابيه ليه، اللي هو كانه بيبني السلم بيطلع عليه. فاستاذ احمد، تقدر تقول لي هل قابلت انتقادات في حياتك؟ ولو قابلتها قدرت تتجاوز ده بايه؟ هو كتير جدا الواحد فينا بيقابل انتقادات في حياته من جميع اي حاجه بيقابلها، مش بشر بس، سواء ظروف او بتنتقد برضو الواحد بطريقه معينه. بس الفكره ان انت تقابل الانتقاد ده بطريقه سلوكيه كويسه. يعني انت لو هتنتقد، اولا كناقد لازم تنتقد بادب، تمام؟ تاني حاجه، لو انت هتتقبل الانتقاد فانت يا ريت تتقبل الانتقاد، لان كل واحد فينا ناقصه حاجه، فمش شرط اللي قدامي ده يكون كامل عشان يقدمني انتقاد، حتى لو هو ناقصه كل حاجه، بس ممكن يكون معاه الحاجه الوحيده بس اللي هي ناقصاني. فانا من رايي الانتقاد شيء جميل، لازم تحوله طاقه ايجابيه عشان تقدر تستمر. هو بيكون كتبادل اراء، كل واحد شاف عندك مثلا خطا معين ومفروض يعرفه لك. بالظبط، هو المفروض يعرفه لك، وانت المفروض ان انت تتقبل ده، بس مش دايما تتقبله بحته ان انت يبقى ده فعلا غلط عندك، ممكن يكون ناقد او حاقد، فهي دي الفكره. تمام. طيب قدرت تتخطى ده بايه؟ قدرت اتخطى ده ان الحمد لله، يعني دايما اللي ينتقدني اسمعه الاول كويس، سواء هو عايز ينتقدني كنقد حب او حقد عموما، فبسمع ده كويس وبحاول احول الاثنين لطاقه ايجابيه. طب مين اكبر داعم ليك، او من الاسره او من اصدقائك؟ اولا والدي ووالدتي، يعني بوجه لهم التحيه، الباشمهندس محمود السيد. في الوسط طبعا اختي الجميله حسناء محمد، ومحمد رمضان اخويا وحبيبي، وتيم ارتكريز ومبدع الفيوم اكيد، وسقراط، فالناس دي على دماغي والله. شكرا لك. استاذ احمد وسام، طبعا كلنا بنقابل انتقادات في حياتنا، فممكن تعرفني الانتقاد اللي انت قابلته وازاي قدرت تتخطاه؟ هو لسه ما تخطيتوش بصراحه، هو الانتقاد مستمر لكن بتاقلم معاه، لكن اللي بخليه مثلا ينتقدني بيبقى مثلا ايه، يعني بيكون حد اهل نقد، اللي هو مثلا اكثر مني علم وخبره فبخليه ينتقدني، لكن مثلا حد يعدل عليا تعديل بسيط عادي جدا، يقول لي كذا يقول لي كذا يقول لي كذا، تمام بسمعه عادي مش اي مشكله، لكن اللي هينتقدني نقد واضح وصريح يكون اكثر مني علما وخبره، فده بسمعه، غير كده ما بقبلش النقد بسرعه في الحته دي. تمام. مين اكبر داعم ليك، او اكتر حد بيدعمك في مشوارك؟ هو اهلي عموما،
بصفة عامة وبعض من صحابي، وفي بنت عمتي الكبيرة هي أكتر واحدة واقفة جنبي بصراحة. تمام. أستاذ أحمد، إيه الانتقاد اللي أنت قابلته في حياتك وقدرت إزاي تتخطاه؟ هو لو على الانتقادات، فالانتقادات ما بتنتهيش. يعني انا يعني تقريبا كل نص بينزل لازم بلاقي حد ينتقد، حد بينتقد في اللهجة او اسلوب الكتابة، حد بينتقد في الفكرة، وحد بينتقد اللي هو اصلا مش فاهم اي حاجة بس بينتقد كده علشان ما يبينش ان انا وصلت لمرحلة معينة مثلا او نجاح معين. فزي ما قالوا الشباب، هو فعلا انا المفروض ان انا اسمعه للاخر، وبناء على كده انا بعرف هو الحد اللي بينتقدني ده انتقاد بناء، انتقاد بناء، ولا هو بيكسر مقاديف زي ما بيقولوا. ممكن يكون واحد يعني من حقده او من غيرته هو مش عايزني اطلع، فكل ما بطلع خطوة بيحاول ينزلني بيحبطني، فانا لازم أنا اسمعه، وبناء على كده انا بحدد بقى انا هقبل الانتقاد بتاعه ده او هرد عليه. في ناس فعلا بتنتقد الواحد بيبقى عايز منه انه نقطة معينة عايزة تتعدل فبيعدلها وفعلا بشكره على كده. اما في ناس تاني بقى يعني ما بفضلش ان هم ينتقدونا او يدخلوا معايا في كلام من ده. وتخطيت كده ازاي؟ ان انا دايما يعني بعتبر الشعر او الكتابة او غيره هو مجال من مجالات العلم او العلوم، والعلم بحر لا شاطئ له، فدايما فيه جديد، كل يوم فيه استمرار، فيه جديد، فيه حاجات احسن، فانا اتعلم فيه كورسات، فيه ورش، فيه ان انا اسمع حد، فانا دايما بتعلم علشان اعدل الاخطاء اللي عندي. طيب مين أكبر داعم ليك؟ هو الطبيعي اولا عيلتي، البيت عندنا يعني والدي ووالدتي واخواتي، بعد كده بنت خالي الكبيرة بصراحة يعني من اكتر الناس اللي دعمتني ووقفت معايا وكانت بتواجه معايا الاحباطات اللي بتقابلني سواء في كومنتات او في غيره. بعد كده المبادرات بصراحة يعني ظهرت أحسن واحتكيت بناس أحسن في المبادرات، وبالتحديد أول مبادرة دخلتها كانت مبادرة القلوع، فيعني بجد أنا بشكر الناس اللي دعمتني ووقفت معايا. طيب ممكن سمعنا جزء من قصيدة؟ دي الأحوال دقيقة الناس. دقيقة بس مش أكتر. طيب ماشي، نشوف بس حاجة علشان أنا مش بحفظ كل طيب حاجة. سمعنا يا أستاذ أحمد لحد ما هو جاي. أسمعكم قصيدة يعني هي جميلة شوية، أو سؤال يعني. في إيه لو حبك يوم شاعر؟ في إيه لو حبك يوم شاعر وبقيتي قصايده ودواوينه، وبقيت انتي مصدر أمله والفرحة الظاهرة على جبينه، وكمان مصدر إلهام لكلام خارج من قلبه بلا استئذان، لو مرة يشوفك يبقى تمام وإذا غبتي بيفقد موازينه. لو حبك مرة في يوم شاعر بالله لا يحبك في قصايده، لو حبك مرة في يوم شاعر بالله لا يحبك في قصايده، والصخر ده يحس مشاعر ويلين إذا مرتي من عنده. ده القلب عشانك يتأثر والصلب عشانك يتكسر، إذا جيت دخلت معايا في نقاش بصيلي في عيني أكيد هخسر، إذا جيت دخلت معايا في نقاش بصيلي في عيني أكيد هخسر. لو حبك مرة في يوم شاعر هيفقد في قصايده الجاية صوابه، ويجوز يحصل فلت مشاعر لو مرة هجرتي في يوم بابه، هيشوفك أهله وأصحابه والكون والعالم في حضورك. لو حبك مرة في يوم شاعر هيقول دواوين بقى في عيونك، دخلت حياتي كده فجأة محيتي كل اللي كان قبلك، ستات العالم تتمناني وأنا كل مناية إني أقابلك. يا غزال الحب في أحلامي أي وردة جميلة في بستاني، أنا بتمنى بس وجودك حتى لو الكل يتمناني. شكرا. لا جميلة جدا بجد. سلام. أستاذ أحمد، طيب أقول لك على حاجة فصحى، احنا قلنا عامية جميلة اسمها جدا. فصحى. هقول قصيدة وعظية العظيم جزاء الصبر على البلاء. القصيدة بتقول ايه؟ حاول حب الحزن لعله يرحل، كما رحل كل ما أحببته، يقال أن الحال يتقلب والحزن من الأول إلى الآخر قلبته. سئل حكيم كبير أين النجاة، فقال لن يخذلك الرحيم إن دعوت من القلب رحمته. فما سمعت طالبا من رب النجاة نجاة إلا ونال من الرحمن نجاته، فلا تيأس.
فلا تيأس يا ابن آدم من خالقك، فإنه يهديك البلاء هدية واختبارا، ثم يمهلك ولا يهملك ويعطيك اختيارا، فإن صبرت وشكرت فزت بفرح، وإن عصيت وتذمرت قلب الأحزان عليك تارة وتارة. وإذ كان شيطانك قويا فأنت بالله أقوى، اترك طريق المعاصي والزم طريق التقوى، اترك حمول المآسي واجعل فقط لله الشكوى، لا تكن لذكره ناسيا، واجعل بكتابه عقلك يرقى، جرب نصيحتي فضلا ثم اشكر الله بعد أن تنقى، ولا تحزن حين يأتي سواد الليل، لا تيأس عندما الضوء يغيب، إن اسود أو طال ظلامه فاعلم أن للحياة سننا وتراتيب، تفاءلوا تجدوا أوليس الصبح بقريب، وماذا إن ضاقت بك الدنيا، أليس لك من لا إله إلا هو، ادعوه إنه القوي القريب المجيب، فما من ظن بالرحمن خيرا، وقال أن ظنه به يخيب، ولا تسمع لحديث نفسك إن كان بالمعصية فللشياطين كثير من الألعيب، وآخر حاجة صلى الله المصطفى النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام. قصيدة كده في دقيقة سمعنا. طيب ماشي، أنا هقول قصيدة بالفصحى عمودية. قول كبلت عقلي في الهوى وتكبلا، وعزفت عني بينما أنا مقبلا، وملكت قلبي قد سكنت صمامه، وهجرت أرض لقائنا كي تغفلا. جاءت محبتكم بشيء غامض، كنت الأخير وقد محوت الأول، قد جئت أبغي وصلكم من مصرنا، ساق الهوى ركبي بلغت الموصلا، ورجعت أبكي حظ قلبي في الهوى، ما حب قمرا إلا وأعرض وانجلى، يجثو وحيدا باكيا متسخطا، ينساه كل الناس قطعا ما سلا. وسقيت كأس اليأس حتى سمني، أضحى مصير الحب أن يتحول من نبت زهر أحمر ومزركش إلى غصن شوك كاد أن يتبدل، من ذي حياة بين أفرع مزرعي إلى ميت في الأرض آن أن يتحلل. شكرا. جميلة جدا. بجد اتشرفت بكم جدا. هنروح لفاصل وراجعين تاني في برنامجكم كل جديد، معنا كل جديد دايما. شكرا. اهلا بكم من جديد بضيوفنا الجداد المبدعين. نتعرف بحضرتك. طيب روبي بن سويف، 26 سنه، شاعر غامبيه. تمام. حضرتك زياد بهاء، 19 سنه، من الجيزه، شاعر عاميه. تمام، نتشرف بك يا جميله. جنى حسن، 19 سنه، من الجيزه. موهبتك شعر؟ شاعره. شعر. طيب استاذه جنى، ممكن تعرفينا اذا قابلت في حياتك انتقاد كطريقك للشعر او كده، ولو قابلت انتقادات ازاي قدرت تتخطيها؟ مبدئيا الحمد لله ما قابلنيش انتقادات كتيره، بس انا كنت دايما اللي هو ايه بحاول اطور من نفسي، قابلني حاجات اللي هو ممكن شويه من الناس اللي هي ايه ممكن شويه غيرانه او حاجه، فاللي هو ايه اللي انت بتعمليه ده ومش هتعملي حاجه في الاخر. فافتكرت ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما كان الناس كل يعني هو اول ما بدا اصلا كان كل كان بينتقده كله، فهو استكفى ان هو معاه ربنا وكمل، وفي الاخر يعني بقى في امه اسلاميه كبيره، فلازم ناخد الرسول عليه الصلاه والسلام قدوه. عليه افضل الصلاه والسلام. استاذ طاهر، تقدر تكلمنا على الانتقادات اللي قابلتها في حياتك؟ والله انا بواجه كتير يعني تقريبا بشكل يومي، يعني انا بشكل يومي بيكون في حوار الانتقاد، لاني قبل كده انا عملت قصيده اعتقد الناس سمعتها، يعني في ناس سمعت عنها كتير، اسمها ما صوتش للحد، دي عملت صوره جدل كتير قوي، لاني القصيده مفهومه رايح في مكان تاني. من فتره عملت قصيده بدون ذكر اسمها برضو لان اسمها مثير شويه، لكن انا بقدر اتخطى ده، يعني بعرف اشتغل على نفسي شويه في الحته دي، بسمع وبحاول اتعلم، بس لو الانتقاد صح من حد كويس بحاول ان انا لما يكون حد فيه عنده خبره اكتر منك، يعني لما يكون حد فاهم، مش يعني اصل خبره بتبقى فارقه برضو شويه، يعني لما حد يكون فاهم اكتر.
تمام. استاذ زياد، هل قابلت انتقادات في حياتك وازاي قدرت تتخطاها او تاخدها كسلم ليك تقدر تطلع عليه عشان توصل للقمه بعد كده؟ هو انا بالنسبه لي الانتقاد يعني نجاح. فكره ان انت حد بينتقدك، ممكن ينتقدك صح وممكن ينتقدك غلط، وممكن ينتقدك بطريقه ايجابيه او بطريقه سلبيه، فاحنا بناخد الايجابي وبنحاول نطور من نفسنا، وفكره السلبي احنا برضو بنحاول ان احنا ناخده، بس ان احنا بنتقدم بيه. ففكره الانتقاد بالنسبه لي لا، هو نجاح اتقدم بيه لقدام واطور من نفسي. تمام. ممكن تسمعنا قصيده حضرتك؟ تمام. انا كاتب قصيده اسمها ساعات فجريه. تمام. بيت قديم وحيطانه متشققه، والدمع واقف يبتسم على المشنقة، خايف لينزف جرح من جوه العين، والراجل صاحب القصة قلبه حزين لكن شقيان. نفس الموضوع بينه وبين زوجته، نفس الكركبة وواخداها هوجته، تقوله الدنيا الغالية مش راحة، مصروف الشهر ما بيكفيش، كله على الله، وهو في اليوم برضه أحسن اللي مفيش. العالم مؤذي وكالعادة، وسكوتنا وقرك ودموع العين، ونهار مش طايل بني ادمين، ويقولوا هنوصل تاني لفين، ويقولوا حرام فيقولوا امين. يمكن مرار القهوة الصبح يشفع، اختلاف طبقات وناس والجتت في الموت وحيدة، العالم معدوم ملاحظة والنهاية مش سعيدة. ياما ناس فقر قوي لكن بنيها الرضا، ياما ناس فقر قوي لكن مليها الرضا. مش كل البشر بتحس، ولا كل نور ليه أعمدة، والفقر عمره ما كان خطيئة، في قلبي رقعة كل يوم بخيطها، في دمعة مني كل يوم بعيطها، ياما عدنا خساير من حروب ما دخلناهاش، ياما قلنا هنكسب دنيتنا وما كسبناش. أنا عمر الدمع يوم ما فارقني، وسيناريو البشر ملوش غير معنى، كل يوم الفرقة بتجمعنا، بحاسب نفسي على الأيام، بحاسب نفسي على خوفي، غريبة أحلامنا مفيش تفسير من اللي حاصل، مفيش في الفقر شيء واصل يوصلني لدي أحلام. ولولا الناس وهزارهم وضحكتهم وأيامهم، ولولا الناس ما كان للساعة لي معنى، ولولا الفقر ما كانش الساعة جمعنا، بين مشاغل وشغل وحياة، وبين بيوت وطلباتها، وكم كان قرش كان لينا نجاة، لبيت بيقاسي من المعاناة، الوقت يمر ويوم اهو فات، والناس شغالة أوقات وأوقات، والفقر محدش بيعيبه ولا حد بيلعن الأزمات، بنشوف الفقر عايشين راضيين، والغنى لو زاد في البني آدمين بقى شكله أنين، وعياط وظروف وبلاوي بتتبدل لحروب، الغنى والفقر ده شيء عادي لكن سواسية، وده شيء مكتوب. العالم ساكت لثواني، هنعيد المشهد من تاني، فجأة الأنوار في شارعنا تنور، الراجل لسه بيسعى زيادة وبيدور وبيفكر في فلوس الأولاد، الناس للقرش بقى عباد ومحدش شايل غير همه. العالم ساكت بهدوء، يرجع المشهد من تاني لكن من بعد ما فوق، العالم يتغير لا لسه، القصة هتخلص دلوقتي، والوقت معاكم مش وقتي، مشاهد غلطانة في التوضيح، قصة غريبة في قفلتها، وولاد الناس لسه بقسوتها، جراح قديمة ولمتها لكن اتفتحت خدش بسيط. أنا مش عبيط، أنا مش عبيط، لكن للحق العيب فيه، الساعة في وقت زي ما هي، وما بين الغني والفقر حدود، العين اللي بتصحى في الفجرية ما تخافش طول ما ربنا موجود. ولولا اليقين، ولولا اليقين إن ربك الكريم رزاق قادر يزود فرحة المشتاق، وإن كل نهار وليه من الفرج مفتاح، وإن الزعل بيضعف يوم أفراح، وإن الفشل بيعدي بعده بفلاح، وإن المتاح المرة دي مش عادة، مش كل شخص متاح. شكرا. حضرتك قلت عندك 19 سنة صح؟ صح. تمام. يعني حضرتك لسه في التعليم وكده؟ تانية كلية تجارة جامعة القاهرة. طيب هل الدراسة الشعر بيأثر على الدراسة عندك؟ لا خالص، أكيد بقسم وقتي، كل حاجة ليها وقتها، أكيد مش بنكتب شعر كل يوم يعني.
طب ازاي بتقدر توفق ما بين موهبتك كشعر وكده وكإلقاء مثلا، وازاي ما بتوفق ما بينها وبين دراستك؟ بالجدول اللي انا بعمله مثلا، انا في وقت الدراسه أو ممكن احدد مثلا يوم او يومين لنفسي للشعر مثلا، والباقي مثلا للدراسه، او انا مثلا ليا ايام معينه بذاكر فيها، ولما بخلص مذاكرتي بقى بعمل اللي انا عايزه مش اكتر. مين اكبر داعم ليك او اكتر كمان حد واخده قدوة لنفسك؟ هو انا بس جدي الله يرحمه كان اكبر داعم ليا، وطبعا اهلي واخواتي وليا اصحاب كتير من غير ذكر اسامي طبعا لاصحابي، بس اكيد اهلي ابويا وامي واخواتي. تمام. استاذ طاهر، تقدر سمعنا حضرتك قصيدة؟ طيب انا هقول لحضرتك قصيدة اسمها حواديت. سهرة الليل وحدي احكي عن الاوجاع، افتكر ايام الطفولة المدرسة والكشكول والالم، وبنسى اي شيء اتعمل مجرد ما اسمع صوت النقشبندي، شوية عند الجيران وشوية عندي. وامي، وامه هي صاحية من الفجرية تصحينا، يلا يا ولاد الوقت اتأخر، اخويا الكبير يقول يلا يلا بينا نطلع للمدرسة صحبة، وندخل الفصل صحبة، وانا وانت روح واحدة، كبرنا ويا ريت ما كبرنا، زاد الوجع على قلوبنا، اللي شال الهم بدري وساب المدرسة، واللي كمل علام بصحبة كويسة، واللي خد طريق معاكس، واللي عاش حياته برة، واللي عاش أيام مر. كبرنا يما، كبرنا يما ولسه بتخافي علينا، تفتكري مين فينا ممكن يوصل للحل بدون ما يطلب علم؟ طبعا فاكر ابويا وعصابيته، طبعا فاكر ابويا وعصابيته والعصايا اللي كانت معاه، وشغله لاجل ان ياكل بيته وشيل الهم والمعاناه، ابويا شال من الهم ما يكفي، وانا اسد عين الشمس بكفي، ولنك تزعل مني يابا، حتى ستي، حتى ستي فاكرها، كنت اروح عندها مره تزعل لو ما كلش، والتحويش اللي شايلاهم تزعل لو ما خدهمش، لما تروح هناك اعرف ان ستي بكرمها مستنياك. زيك يا جدي، كبرت يا واد وبقيت شحط طول الباب، رصلي حجرين وتعالى عاوزك في كلمتين، خد بالك من امك ولا تزعلهاش، مت يا جدي والحزن اللي امي كانت بتحكوه لك عاش. فاكر، فاكر صحاب الثانوي صاحب صاحب، فاكر صحاب الثانوي صاحب صاحب، واخر تختة ولقب التلميذ المشاغب، تروح لابويا شكوى يروح يعتذر، ويرجع البيت يتخانق ويعاتب ويقول عاوزك يا طاهر تكون جامد وقوي، عارفك الابن البار لكني شايفك مفتري، وكفاية شرب سجاير ريحة دخانها تعبني، وعلشان خاطري يا ابني خد بالك من نفسك، دي مش وصية ده كلام من ابوك احفظه زي اسمك. فاكر صاحب عمر اللي مات وفارق، فاكر صاحب عمر اللي مات وفارق، عارف انه قدر وانها مسألة وقت، بس انا دلوقتي وحشني، وحشني وياه السهر والملعب والكافيه، بالله قولولي طب اعمل ايه، سطرت الوجع في شعري، سطرت الوجع في شعري يمكن ارتاح، الدنيا بتزيد براح في براح، وانا واقف مكاني مش مرتاح، لا قادر اخطي لقدام ولا عارف ارجع زي ما كنت، خليني اقول دلوقت ان الحدوته بكل حكاويها مر، وان القصه لو كانت حره، وان الليل لو سمع وجعي لما اشتكيت كان زماني منفذ كل الكلام، لكن الدنيا حكمت احكام، وحكم الدنيا تعب، عاوز راحة ابعد عن الوقت. شكرا. نرجع للشاعرة جميلة جنى، سامعين القصيدة ليكي. هي بقى بتقول ايه؟ بتقول انا شكلي حبيت تاني، مبسوطة لكن خايفة،
خايفة أرجع أعاني أو أتعمي وأنا شايفة. بكون مبسوطة لو سلم، أكون طايرة لو اتكلم، أموت لو شفته يتألم. حروف بالجاف بتتعلم وتكتب أيوة حباك، يومها أنا شفتك عادي لكن قلبي نسيته معاك. كان يغني وجود الكل وأنا كان زي الكل. أنا كنت زي الفل ماليش في الحب من أصله، يعدي في حياتي صدفة فعيد من تاني في الحسبان. حبي اللي كان نطفة كبر وتعلم العصيان. فايق يفكر فيه، نايم بيحلم بيه، ليه قلبي مكتوب عليه يحب اللي مش حبه؟ يا رب يا رب ماليش غيرك يسمعني. بحبه قلبي بيوجعني، ليه يا رب قلقانة في وجوده ورفض وجوده يودعني؟ أنا ليه حبيته وليه الخوف صبح تأبيده؟ رسمت كل طوبة في بيته رسم تجعيدة، حررته من الأحزان قربته وكان بعيد. كنت ليه أمان كان لرعشة إيد احتل بلاد القلب، أعلن قرار الحرب وهبني عيون غطاها الصلب. حاولت كتير أبعد لكن شوقه غشيم في الضرب. كان يغلط وبرر دموع عجزة تتحرر، ألاقي الجرح يتكرر أقول أكيد هيتغير ومفيش غير اللي أصبح غير. مفيش غير اللي أصبح غير، بقيت عصفورة عجزة تطير، صرخة متحوطة بسكات، بن متراكم في هالات، عقل لا يغفر الزلات، قلب متزلزل بطوبة، وش بضحكة مصلوبة، عياط والدمعة مسلوبة، هيستريا ضحك في الأزمات. قال فعله وجودك مش فارق واللي بينا هو مات. قلت خلاص هنتفارق، بكرة الأيام تعرفوا قيمتي، هفوق وهركز في الآتي، مش هتبقى خلاص كل حياتي، هنسى وهشغل أوقاتي، هنجح وهفوق، هضحك وهروق، هكسب وهدوق طعم الفرحة، أيوة هقسى وعادي هنسى كل الذكريات الجارحة، هبطل أحن لكل جميل، هبطل أدي كل جميل. أيوة يا سيدي نكرة جميل وماشية ومش راجعة تاني، وجودك جميل وغيابك طويل فمش هقبل عاني. قصتنا آخرها كان بإيديك لكن ما كنتش باقي، هبتر قلبي لو حن إليك حتى لو هعيش ببوائي. يا سيدي سلام، اللي بينا أصلا كان كلام، والكلام لو ما انتهاش بالفعل فكل كلمة غدارة. الحب ساعتها كشركة ملهاش إدارة، دخان طالع من سيجارة وجوده من تاني استحالة. اعتبر حبي ده كان عمارة، جالها يا سيدي قرار إزالة، حبل الملفوف حول رقبتي اديتك طرفه عشمان أمان، بصيتلي بشفقة وعلى غفلة شديت كمان. علموني زمان ما بقاش زعلان على حاجة إن كانت مش مستاهلة، وإن كان على زعلي فكان على روحي، بكرة الأيام هتلم جروحي، عادي يا سيدي كانت سهلة. أما أنت زعلت عليك كام يوم وكان والله خسارة، عملت من الذكريات ألبوم طلعت الذكرى غدارة. هستيريا مش جارية وبتجف، بكرة الأيام هتلف وهتشرب من نفس الكاس. أنا يمكن هنسى لكن ربك ما بينساش، يوم ما سألت هل حبني عرفت إنك ما حبتنيش. بكرة هيتهد اللي هيتبني ومشاعرك هتروح على مفيش، هتمشي الأيام عكس سيرك وأنا هكون مبسوطة مع غيرك. شكرا على الدرس كتر خيرك، اتألمت لكن اتعلمت. الحب بإيد الله، التعلق بإيدينا، الشخص اللي مش هنكمل معاه أكيد بعده خير لينا. ما نتعلقش بغير الله والشخص اللي بجد شارينا، في مشاعر متشالة جوانا للشخص اللي هيحب بجد، يسبك هواه بهوانا ويشوفنا معاه في الغد. هنفضل قافلين قلبنا هنسيب اللي ناوي يسيبنا، هنشوف ربنا حلمنا أهلنا لحد ما نتكعبل في نصيبنا. ما نتعلقش بغير الله. لا قد إيه جميلة جدا القصيدة، جميلة وياريت كلنا بجد نفهمها. أستاذ طال، حابب تشكر مين أو أكتر حد داعم ليك في مشوارك؟ والله أنا أكتر حد داعم ليا في مشواري بس والدي ووالدتي، بدون ذكر أسامي أنا أقول اسمي بس إيه.
شله المترشمين يعني ده اسم مترشمين ده اسم انا بوجه لهم الشكر من هنا بدون اسفاف او اي ضحك او طريقه. ده اسم طلعنا مره واحده يعني. فاحنا شله المترشمين تقريبا من 15 ل 25 شخص. احنا اخوات صحاب اكتر من اهل كلنا في قلب بعض. فالحمد لله رب العالمين على المحبه هي. هم دول اكتر ناس بالنسبه لي بعد والدي ووالدتي. تمام. بنقابل حاجات كتير في حياتنا وانا بجد مبسوطه بيكم جدا. بس حابين نتكلم في نقطه، من غير الاراده مش هنعرف نكمل. وخلينا متاكدين من نقطه معينه، مهما كان المنتقد او مهما كان اللي بيوجه لنا انتقاده، ايا كان بقى حابب لنا كنصيحه او كانتقاد كحقد علينا او كده، احنا ما ننتبهش كتير لكلامه. اذا كان عنده خبره نقدر ناخد من خبرته دي، بس لو ما عندهوش خبره او كده فما ناخدش بكلامه، بالعكس نكمل ونحط احباطاته ونحط كلامهم وانتقاداتهم دي كسلمه او درجه نقدر نطلع بيها لبعدين. ايه رايك في الكلام ده؟ والله هو كلام يحترم، كلام يعني صح. انا بشوف ان الانسان فينا لو ما عندوش اراده او عنده عزيمه ان هو يقدر يكمل او يقدر يتقدم لاي حاجه بيعملها في الخطوات اللي هو بيعملها ما يدخلش الشيء ده. يعني انت لازم يبقى عندك خطه، لازم يبقى عندك هدف وبترسم حلم لنفسك عشان تقدر توصل. انا كطارق لما جيت مثلا دخلت الوسط الادبي من سنه كنت حاطط لنفسي خطه ان انا ابقى في مكانه كويسه قوي فيه. بفضل الله تعالى انا شايف ده بنفسي، قدرت ان انا اعمل ده في خلال سنه. وعندي خطه في خلال السنتين ثلاثه الجايين ان انا باذن الله تعالى ابقى في مكان تاني خالص يعني. فكل واحد بيبقى عنده خطه لازم يبقى رسمها وهدف كويس يعني، والطموح بيكون كويس يعني، طموح حلو زي ما بيقولوا يعني. حد فيكم نازل بكتب المعرض او كديوان ليه او كده؟ انا عندي ديواني بجواز على الحيط نازل بيه ان شاء الله تعالى معرض 2024، تابع لدار حر الاقصى مبيعا. الطبيعتين الاولى والثانيه خلصوا، والثالثه الحمد لله بدات تنفذها. جميل جدا. طلع منها كمان بعض النسخ يعني، وان شاء الله تعالى متواجد بيه في 2024. بتمنى ان انا انزل المعرض ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى بالطبع السبعه هسعى لده ان شاء الله. واستاذ زياد؟ انا نازل باذن الله باعتزال حر تبع برضه دار حر الاكثر مبيعا بعد برواز على الحيط. ان شاء الله هنزل بالطبع يا الخمسه يا السته في المعرض باذن الله. باذن الله. حضرتك؟ انا باذن الله الكتاب خلاص بيتفنش ولسه ما اتحطلوش يعني، فاضل فيه شويه تفاصيل صغيره بس باذن الله ينزل معرض الكتاب الجاي تبع دار الادباء. حابه توصلي رساله شكر لحد؟ طبعا اول حد طبعا ماما وبابا، هم اكتر ناس بجد بجد يعني، هم اللي بس اللي واقفين جنبي يعتبر، وبعض اصدقائي هم بجد بجد عارفين نفسهم، فشكرا ليهم وشكرا وقفتهم جنبي في وقت انا نفسي ما كنتش طايقاني فيه، فهم كانوا حابيني فشكرا لده. حابين توصلوا رسالة شكر لاي حد؟ اكيد طبعا لاهلي، لوالدتي والوالدي اللي اكيد ليهم فضل كبير عليا، لاني من غيرهم ولا اي حاجه وما كنتش اوصل للمكان ده. واكيد اخويا الصغير، اخواتي عامه، اصحابي، ناس كتير جدا منهم برضو شله المترشمين. اصحابنا كتير جدا بجد دون ذكر اسماء لانهم ما يتعدوش، او خايف ان انا انسى حد. لولا برضو دعمهم ووقفتهم جنبنا في كل حفله او في كل خطوه احنا بناخدها ما كناش برضو هنوصل لده. والله نفس الموضوع، هو طبيعي روتيني، احنا بنقول والدي ووالدتنا وكذا، فده طبيعي روتيني. حتى لو ما عملوش اي حاجه احنا لازم نشكرهم، بس انا بشكرهم عشان هم فعلا عملوا، هم يستحقوا ان انا اشكرهم. دي حاجه، والدي ووالدتي وبعض الناس من العيله يعني. مش هقول على اسم عادل اخويا، ماشي؟ ده انا مش هقول اسمه، ماشي؟ لكن انا اللي انا فعلا حابب ان انا اشكره جدا جدا، انا يعني شكرت كل اصحابنا وشكرت كل حاجه، بس هو اسم يستحق ان انا اشكره، صديق الرحله وصديق المشوار يعني، عبد الرحمن ابو بكر الملقب بشاعر النيل، ده لازم يستحق ان انا اشكره. انا بقيت هنا موجود النهارده معاكم بفضل بعت ربنا عليا بسبب عبد الرحمن ابو بكر. تمام. بشكركم جدا على حضوركم المميز ده، وقد ايه بجد يعني اشعاركم جميله جدا وتستحقوا الدعم فعلا. في مواهب كتير بتكون موجوده بس مش واخده الدعم الكافي او لسه لحد الان مش طالعه، ولو قدرنا ننتبه للنقطه دي او نحاول ندور حوالينا ونشوف المواهب دي هنلاقيها. مواهب مش هقدر اقول مدفونه لان شفتوا قد ايه مواهب جميله جدا ومبدعين معانا في الحلقه النهارده.
اذا كان مواهب دي او الضيوف الجمال جدا اللي كانوا قبل الفاصل، قد ايه الشعر بتاعهم برضو كان جميل جدا، طريقة الالقاء جميلة، روحهم حلوة، حبيت جدا دعمهم لبعض، كلامهم لبعض، اهم حاجة ان هم بيدعموا بعض مش مستنيين الدعم اللي بره. فانتظرونا في برنامجكم كل جديد، الحلقة الجاية بإذن الله، أشوفكم على خير، شكرا.